خليني اقول لكم ال 14 فرقه اللي صعدوا، واقول لكم ماتشات بكره بقى، ويعني الفرقتين اللي هيصعدوا مين، يعني مين الاقرب. يعني الفرق اللي صعدت حتى الان، ال 14 فريق اللي صعد حتى الان: نابولي وليفربول، نابولي طبعا الايطالي، ليفربول الانجليزي، كلوب بروج البلجيكي، بورتو البرتغالي، بايرن ميونخ الالماني، انتر ميلان الايطالي، توتنهام الانجليزي، انترخت فرانكفورت الالماني، تشيلسي الانجليزي، ريال مدريد الاسباني، مانشستر سيتي الانجليزي، بروسيا دورتموند الالماني، باريس سان جيرمان الفرنسي، وبنفيكا البرتغالي. بكره الماتشات بقى اليوم الاخير من دور المجموعات. بكره ريال مدريد الاسباني هيواجه السلتيك، وزي ما قلت لكم ريال مدريد خلاص صعد. شختار الاوكراني مع لايبزيج، ماتش مهم بكره، شختار الاوكراني مع لايبزيج الالماني. اي سي ميلان الايطالي هيواجه ريد بول سالزبورج النمساوي. تشيلسي الانجليزي مع دينامو زغرب الكرواتي. مانشستر سيتي الانجليزي مع اشبيليه الاسباني. كوبنهاجن اف سي بطل الدنمارك هيواجه بروسيا دورتموند الالماني. واليوفنتوس الايطالي هيواجه باريس سان جيرمان الفرنسي في ملعب اليوفنتوس في مدينه تورينو في ايطاليا.